السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، غادي تشاهدوا معايا واحد الأمر عجيب عجيب جدا. أنا راسي تصدمت من شفت هذا المنظر هذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا المنظر كيتواجد في وقع في أكادير وفلا. أكادير ديك الجبل اللي كاين في الله الوطن الملك. نهار 2/8/2019 مع الساعة 3:30، الناس كتفاجأ بهاد الخيرات ديال المياه اللي كت تنزل من هاد الجبل هذا بدون أمطار. كاينة حرارة درجة متوسطة، المياه كتهبط من الجبل من كل مكان. هانتوما كما كتشوفوا معايا في الفيديو، الشانتي اللي كيطلع على كادير وفلا عمر، كاميونات ما لقاو منين يدوزو، طوبيسات ما لقاو منين يدوزو. سبحان الله العظيم، كما كتشوفوها وديان وديان هابطه في الجبل. سبحان الله، ما عرفوش هاد نقولوا شي حمله جايه من شي بلاصه. ما كان الحمله ما كديش من الجبل، الحمله كتكون في الوطا. يعني سبحان الله العظيم، شوفوا المياه قداش كتكب من ديك الجبل. شوف كيشد الطريق، سبحان كي عظيم. ما عرفوش لحد الان، يمكن الايام الجايه ان شاء الله غادي تبين هاد الماء منين جاي، واش كاين شي وضع فرشاة مائيه اللي جوفيه تفجرات في شي بلاصه في الجبل. المهم الناس حتى شافت الماء كيهبط من الجبل، ما عرفاتش دايره هاد الماء منين جاي. وما كاين لا سحاب دبل انا اشتطاح، نقول الواد حمل، الواد ما كاينش في الجبل. كما كتشوفوها نتوما، شوف المنظر غني عن التعريف. وسبحان الله العظيم، الجبل كله هبط. وربما الناس اللي ساكنين تما ربما غادي يكون عندهم معلومات اكثر. سبحان الله العظيم. كما كتشوفوا الشامبيونز عامرين، كل شيء عامر. تقول نيس تحت راه داد الشتا، هو مش ما تحت لا شتا لا والو. شوفوا كما كيهبط من الجبل بحال الودان. سبحانك يا عظيم. الناس بقات كتسائل، معرفاتش هاد الماء منين جا، معرفاتش. وغالبا غتكون شي فرشات مائية جوفية تفجرات في شي مكان في الجبل. نقولوا شي شاطو انفجر، ما كاينش شي شاطو في الاعلى الجبل. هادو هما الطوبيسات اللي كيطلعوا على كادير وفلا، لان كادير وفلا مابقاش كيطلعوا لها السيارات، راه مجمعين ان اللي بغا يطلع كيطلع في الحافله ديال النقل الحضاري. شوفوا الكاميونات كي غارقين من الجبل، شوفوا الرموكات. سبحان الله. نقول شي حشي رادار على هاد الشتا، شويه ما كاين لا رعده لا والو. هذا غير الماء اللي هبط من الجبل بلا مطر. معجزة الله سبحانه وتعالى. نخليكم مع الفيديو، والفيديو غني عن كل تعريف. ما تنساوش اخواني تشتركوا معنا في القناة وتدعمونا. تفعلوا زر الجرس. نها كلشي اللي داز كيجبد التليفون ديالو كيصور، لان منظر النت كيتصور هذا المنظر هذا. سبحان الله، منظر يمكنش تدوز خدامه وما تبقاش مبهود. ما جاي الشتا، ما كاينش الشتا، واد ما كاينش واد. وشوفوا اون فاس ها هو الويدان هابط، الما هابط يعني بعيده الصوره مع بعد، هذه بعيده يعني الما هابط بحال الواد. سبحان الله. هذا هذه لو مسبح.
We'll be right back.